السلام عليكم ورحمة الله. نبارك لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رعاه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة البلاد والتي استهلت. سمو رئيس الوزراء يهنئ سلطان عمان بالتشكيل الحكومي الجديد 92.2% نسبة التعافي من فيروس كورونا في مملكة البحرين، وهي من النسب الأعلى عالمياً. الحبس وغرامة تصل إلى 1000 دينار للمخالفين في البناء. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: الديوان الملكي يبدأ توزيع مكرمة العام الهجري، إلغاء الحجر المنزلي للقادمين إلى مملكة البحرين واستمرار إجراء الفحص المخبري. ومع صحيفة الأيام والتي بينت: خطة لتطوير جامعة البحرين، البحرين تنجز 1,000,000 فحص لفيروس كورونا. أما صحيفة الوطن فقد نشرت: البحرين تتصدى ل 67,581 هجمة إلكترونية بالربع الثاني. دوام الطلاب يومان في الأسبوع والاثنين آخر موعد لاختيار الدراسة عن بعد. نشرت صحيفة الأيام أن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب أكد حرص الحكومة على بدء العام الدراسي في موعده، واستمع سموه إلى خطط تطوير جامعة البحرين ورفع جودة برامجها. إلى ذلك، لفتت صحيفة الأيام أن وزيرة الصحة فائقة الصالح كشفت عن إنجاز مملكة البحرين لمليون مسحة لفحص فيروس كورونا منذ بدء الإجراءات في مملكة البحرين، مضيفة أن نسبة الشفاء من الفيروس وصلت إلى 92.2%. هذا وبين صحيفة الأيام أن السلطات الفرنسية أضافت مملكة البحرين ضمن 4 دول جديدة إلى قائمة الدول التي تسمح القادمين منها بدخول فرنسا دون الخضوع لإجراءات العزل الصحي. نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج، حيث نشرت أن الفريق الوطني الطبي قرر إلغاء الحجر المنزلي للقادمين الذين تظهر نتائجهم المخبرية سلبية، مع استمرار إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا لجميع القادمين إلى مملكة البحرين على نفقتهم الخاصة. وبقلم الكاتب محميد المحميد نقرأ مقالا له في صحيفة أخبار الخليج، والذي جاء بعنوان: نعمة الأمن، اللهم احفظ مملكة البحرين. فإلى المقال. من يتابع الأوضاع في دول المنطقة ويرصد التطورات الحاصلة ويطلع على المستجدات الطارئة يدرك هواجس الأيام المقبلة، يثق تمام الثقة بأننا في مملكة البحرين، وبفضل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى
حفظه الله ورعاه، نعيش في نعمة كبيرة نسأل الله تعالى أن يديمها علينا. هذه النعمة الكبيرة نعيشها بفضل من الله تعالى وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى التي حفظت مملكة البحرين وجعلتها وطنا آمنا مستقرا. هذا ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، دعت المنشآت التجارية إلى البدء في تقييم جوهرها الاقتصادي الفعلي، مؤكدة أن عدم الامتثال للمتطلب الجديد قد يؤدي إلى مخالفات تتراوح ما بين وقف قيد السجل التجاري أو فرض غرامات مالية. ننتقل إلى صحيفة الوطن، حيث نشرت أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي كشف عن تطبيق الوزارة لبرنامج تأهيلي في معهد البحرين للتدريب للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون لأكثر من 15 سنة لإكسابهم المهارات للالتحاق بوظائف في سوق العمل. قالت صحيفة الوطن إن أولياء أمور طلاب في مدارس حكومية استلموا استمارات إلكترونية موجهة من وزارة التربية والتعليم إلى المدارس تفيد بضرورة استيفاء أولياء الأمور للبيانات الخاصة بحضور أبنائهم الطلبة إلى المدارس أو تلقي التعلم عن بعد في موعد أقصاه يوم الاثنين 24 من شهر أغسطس الجاري. وبخط قلم الكاتب فيصل الشيخ نقرأ مقالا بعنوان حتى تنجح اعترف بفشلك، فإلى أبرز سطور هذا المقال. كل إنسان يمر بخبرات وظروف، كل إنسان له صعود وهبوط، له نجاحات وله فشل قد يتكرر. النسبة الصحيحة التي يجب أن تكون طاغية هي تلك التي تسير بمؤشراتها باتجاه النجاح، فالفشل وتكراره يعني أن هناك شيئا خاطئا في من يقع في الأخطاء ولا يصححها. تقبل الفشل يعني البحث عما أخطأنا به وما الذي يجب فعله وما الذي يجب تجنبه. أنت كيف ترى الأمور؟ يمكنك أن تعيش في الإحباط والماضي وتوسم نفسك بالفشل ولا تغيره، لكن يمكنك أن تحول الفشل إلى نقطة انطلاق لنجاحات مبنية على تصحيح السلبيات والأخطاء التي ارتكبتها. إلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع صحيفة البلاد، حيث أعلنت إدارة التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم عن بدء تسجيل المستجدين في برنامج التعليم المسائي للعام الدراسي المقبل لمراحل التعليم الأساسي ما قبل المرحلة الثانوية، إضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي الموازي، وذلك خلال الفترة من 20 من شهر أغسطس وحتى 6 من شهر سبتمبر القادم. كما ونشر صحيفة البلاد أن إدارتي الوقاية من الجريمة وتنفيذ الأحكام نظمتا عددا من الدورات وورش العمل التدريبية بواسطة التطبيق الإلكتروني على نظام الحاسوب للمحكومين بعقوبات بديلة، وذلك بالمشاركة في برنامج تمام. هذا ونشر صحيفة البلاد مقالا لبثينة خليفة بعنوان اللي مال أول مال تالي، فإلى أبرز نقاط هذا المقال. العنوان أعلاه دلالة كافية على دحض كل معالم الافتتان بالنموذج التغريبي للثقافة العربية، فاليوم مع تعاظم النظرة الانبهارية بكل ما هو قادم من الغرب بات لزاما على المثقفين العرب والنخبة الفكرية تمتين أواصر الجذور الثقافية للعرب
وهذا بطبيعة الحال لن يتم بمعزل عن الاعتداد بالموروث الشعبي. إن الانفتاح على الآخر والتعطش لا يعني البتة التنازل عن هويتنا العربية الضاربة أطنابها في عمق التاريخ. لا بأس بين الفينة والأخرى بإطلالة على ما هو آت من الغرب من منطلق متطلبات العولمة، شريطة الحفاظ على تراثنا وإرثنا العربي. وكالعادة إلى الجولة الأخيرة التي ستكون مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.